خارجين من السونتر جينا هنايا لقينا المراه طايحه حدا الشانطي. فسولنا المراه شكون انتيا، مراه كبيره ما قادش تزيد، ما انتي عارفه المراه الكبار كي دايرين، تقريبا 80 هكاك 80 نعطيها 85. المهم المحنه ديال المراه ما قادش تزيد. فسولناك تقول لنا بنتي خلاتني هنايا وبشات. فاش كنقول لها واش غير خلاتك وبشات تسخر لك، تقول لك ما عرفتش انا ما كدويش بالعربيه، كدوي بالشلحه صافي. فاش سولنا مول الحانوت هنايا قال لك المراه لابسه جلابيه كحله بقات في الحانوت، هبطاتها من الطاكسي صرفات عنده، عطاتو الفلوس باش مول الطاكسي، هي بقات كضرب فيها البنت كضرب فمها، ضربتها قالت لك دخلتها مع الحانوت قالت لهم ما كاتش هيك تكرفص علي مهلياش فيا ولا ما عرفتش، مكرفصين على صراحه. احنا ما قربناش ليها بزاف ولكن مكرفصه المراه رجليها مكرفصين ما قادش تزيد. كاين حنايا عيطنا للبوليس، جات لومبيلونس قال لك ما يمكنش لينا حنا نديو ما فيها لا جرح لا ما مريضه ما طايحه ما والو. احنا ما حضرناش القائد المقدم، خليناها ومشينا. فاش جينا لقينا القوات المساعده جاو صافي، هي فاش هزوها وداوها ما طلعتش معاهم بزز، ما بغاتش تطلع ليهم، غير واحد البنت هي اللي طلعتها. شي كيقطع في القلب، ما خصوش يكون في المغرب صراحه، باش تلوحي امك شحال وهي متعذبه عليك وكتردع وكل شيء وتجي نشيه تلوحيها في الزنقه. جات امها في الطاكسي، جات صرف عندنا 1000 ريال، قالت لي صرفوا لي وما شاده منا. قالت لي بلاتي امي بلاتي امي بلاتي. المهم السي واحد السيد عطينا 1000 ريال، ملي صرفنا 1000 ريال مشات خلصت خلصت ديك السيد من الطاكسي، عطينا الصرف بركات تما، جات شرب عطاتها تشرب، عطاتها تشرب بركات شويه. قلت له خلي المراه خلي المراه تسرح شويه. قالت لك لا لا غنديها غتجي اختي مرت خويا تديها. ملي قالت لي هاد الهضره هادي قلت له ودي خليها تسرح شويه. قالت لك لا انا كنشتمش غنديها غنديها الظل، وبدات غاديه معاها بحال هكا جرتها لي صافي. من تماك ما شفناهاش بيناتهم شي مشكله، شكيت فيهم بيناتهم شي حاجه. من بعد ملي داتها تما ما عرفتش لا حتى واش مشات ولا كيفات. هضرت بحال هكا قالت لي ديال الظل وهي ما قادش تزيد. خرجنا من السونتر مع امي قد ديك 12 الوحده جايين طالعين نتغداو من زامي هنايا قريب، حتى كنلقاو واحد المراه هنايا باركه اللي كخرب لها كتحاول تضربو، يعني مراه خايفه. فجينا نسولو لقينا واحد مولات المحلبانه قالت لينا بان كانت مع بنتها، هبطوا من الطاكسي حطاتها بنتها هنايا وكتسلخ بنتها من ديك الطبقه العنيفه، العنف بعينيه شفناه الصباح. قالت لينا السيده راه بقات باركه معاها شحال هنايا بحال تبتات الناس باش الناس ما فهمتش انا داك لاكسيون ديالها. ابخي صافي مشات السيده وخلات المراه، المراه مسكينه ما قادش تزيد، باغا تنوض ولكن ما قادراش. حتى جينا كنسولو في المراه، المراه ولات خايفه، هذاك الخوف بحال هذاك باش يخوف اللي كيقرب لها كتقولي بعد مني. ما حتى جات واحد بدات كدوي معنا بالشلحه وما فهمناش، قلبنا على واحد البنت كدوي بالشلحه بدات كدوي معاها قالت لها شكون انتي، واش كتقول لها غير بنتي، كانت معايا بنتي كانت معايا بالشلحه كدوي معها السيده صافي. بقينا عطيناها تاكل ما بغات تاكل لا تشرب لا ما تيقاش فينا ولا ما في اي واحد ما تاقتش فيه باش تشرب ولا تاكل صافي. قلبنا على مشينا البوست ديال البوليس اللي كاين، لقيناه ساد اليوم السبت صافي. بلغنا واحد الراجل قالنا راه كنعرف واحد البوليسي، مشينا قلنا ليه، وقلنا غنعلم الشرطه الاسعاف حتى هما جاوا، جا المقدم ديال هذا السيكتور جا حتى هو، قالنا غنعلم الخدمات الاجتماعيه. بقينا مع المراه كنتسناو فيها، جاوا الخدمات المراه ما قدرتش تطلع معاهم حتى هما، بقات عنيفه اللي كقرب ليها كي ما كتحاولش تهضر معاه لا تمشي معاه لا والو، بقاو كيتسناو فيها كيديروا لها في خاطرها شويه بشويه صافي. حتى طلعوها ومشات مع واحد البنت اللي كانت كدوي معاه بالشلحه، بحال بقات كتسيس معاه كتقول لها مشي انا وياك، قنعاتها بس كتقنع فيها عاد باش مشات معاه. ولينا كنشوفوا هنا هادشي كيقولنا علامه الساعه باش البنت كتلوح امها اللي مربياها وتكرفصت على ودها وسهرت الليل وهادشي، وهادشي ولا كيخوفنا حنايا. كنقول لك هذا المستقبل اللي غادي يتم جاي من بعد، ولينا عايشين وخايفين. انا غترنت حنا بحال داك الشيء كتشوفي شي حوايج اللي كيندموك على الحياه غادي تمشي فيها، طريق سيئه والله. كنتمنوا بنادم يدير عقله، راه كاين غير الوالدين، راه ما كاينش شي حاجه، ما حتى حب ما كاين من حب الوالدين. يعني الا ما تهلاش فمك ووالديك وعائلتك راه عندك فين تهلا، حتى الوقت ولا كيخلع. الا ما شنو صله الرحم بنادم خاصهم ديال صله الرحم، حد والدي باقيين عايشين ماشي تيموتوا توقع لهم شي حاجه عاده باش يقول لك كون كانت امي امك عايشه وغدير لهاد الحال. انا هادشي ما يتقبلوش العقل بزاف هادشي. وعجاتني انايا ملي حطاتها وسارت غاده، قلت لها بشويه عليها خبطاتها في الكرسي، ملي سارت غاده طلعت عليها جرتها
ملي جراتها قلت لها بشويه عليها، قالت لي لا راه كتسنى في راه دايره الثقه في مرت ولدها ما دايرهاش فيا انا اللي بنتها. قلت لها وانت اللي بنتها حني فيها شويه. صافي حطيتها بقات باركه معاها تماك. صافي مشيت انا كندخل السلعه، ملي رجعت حتى جا واحد السيد قال لنا واحد الناس هما مجمعين على هنايا. جا السيد اللي خدامه معاه قال لي جيت تشوف المراه اللي جابتها بنتها هي هنا في اللي حطها ومشات. بنتها في الطاقه هكا قدي بحال كوي. اين ملي حطتها وسارت غدا يعني عرفت راه غتلوحها ولا لا علم. ملي حطتها دارت تلاحت عليها شدت فيها. دفعتها هي فوق الكرسي شديتها هنايا. اثرنا ما تعتبرنا لنا لا خدمه لا والو. غاديين نجريو عندها وحق الله العظيم. الله يخلصها.